معانا بقى على التليفون كابتن عبد المنعم شطة، نجم نجوم النادي الاهلي الاسبق، جيل الكبار زي ما بيتقال. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا. اهلا، ازاي الصحة؟ كله تمام؟ اهلا بيك. اهلا، الف مبروك طبعا مما لا شك فيه، وكان ماتش حلو، بس عايزين نسمع رأيك في أداء الأهلي النهاردة وتوقعاتك للماتشات اللي جاية بإذن الله أو بطولات الأهلي في المستقبل. الماتشات دي حضرتك بتبقى ماتشات متفاوتة جدا في أدائها، نظرا لأنه النادي الأهلي جاب الجول الأول في أول الشوط، يعني في أول خمس دقائق، فده كان عمل مشكلة كبيرة جدا، خلى اللعيبة يعني بتلعب وهي عايزة تحافظ على الهدف. أيوه، فتفاوت المستوى من ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة لحد ما في الآخر الخوف على أي هدف يخش فيك في الفترة دي باثنين على طول. فيعني كانت العملية مع اللاعبين والجماهير والجهاز الفني بالكامل عصيبة جدا، فيها توتر شديد جدا في الأداء وتفاوت في المستوى، وانخفض أداء بعض اللاعبين نتيجة هذا الضغط الشديد جدا اللي حصل في حتى التمرير في الالتحام في كل الامور الخاصه بكيفيه انك تلعب مباراه وانت هادي. فكانت الحقيقه الهدف ده يعني خلى المباراه صعبه جدا بالرغم انه هو الهدف الفوز، هو الهدف اللي حقق لنا الفوز. هل كان ممكن ان الحقيقه كونك تطلع بالنتيجه دي ده انتصار كبير جدا جدا طبعا للاعبين وللنادي الاهلي ولجماهيره. بحيي الحقيقه اللاعبين برغم الصعوبه الشديده جدا اللي مر بيها فترات المباراه، لكن الحقيقه استطاع النادي الاهلي ان يحافظ على النتيجه الى نهايتها، وده طبعا انتصار كبير جدا كنا كلنا منتظرينه. يعني نبارك للزمالك ونبارك للاهلي في يعني سوبر مصري افريقي، يعني نادرا ما حصل من سنوات طويله، اكثر من سنه 94 95 تقريبا لما الزمالك والاهلي لعبوا في جوهانسبرغ، لما نيلسون مانديلا طلب انه المباراه تبقى على ارض جنوب افريقيا. انا فاكر كويس، انا كنت في الجهاز الفني وقتها انا وآلن هاريس مع جيل عظيم جدا من اللاعبين، بس خسرنا الحقيقه، الزمالك كسب، بس دي ثاني مره ان شاء الله يلتقوا في هذا الموضوع في هذه بطوله فيها بطل كونفدراليه مع بطل دوري الحمد لله. هايل جدا، انا اشكرك يا كابتن والف مليون مبروك، وباذن الله دايما من انتصال لانتصال للناديين الاهلي والزمالك. كل الشكر كابتن عبد المنعم شطه، احد اهم واروع نجوم النادي الاهلي والجيل الذهبي في هذه المرحله، وطبعا كفايه ان هو يعني موجود معانا على التليفون. كل الشكر مره تانية.